هل نص الآية في صورة الزكاة على الترتيب أم التغيير؟ ظاهر الترتيب والله أعلم، ظاهر الذكر للرب عز وجل أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كل بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أنه أهم غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نبأ بما بدأ الله به، البدء بما بدأ الله به وإحسان بهم أولى من غيرهم، ولو بدأ غيرهم لا بأس. صدقني بعد هذا الله أكبر.